Good morning. It is our operation rooms in our field hospital. تصف استهدف سكن الأطباء سكن الكادر الطبي. يعني صرنا أكثر من 5 سنوات في هذه الأجواء، عرفت علي؟ حاليا لازم يعني أكون هذا الله قدامكم أكيد، يعني ولا يعني بالرد المقابل أكيد ما لي هيك. اسم دكتور، أنا دكتور عبد السلام طرقجي، صار لي 4 سنوات من 2012 بشتغل في المنشآت الميدانية الحرب، تزوج وعندي ولدين. اختصاصي جراحة طوبية من مدينة حلب، حاليا عامل مدينة حلب المحررة كطبيب جراحة حروب. بصراحة يعني اشتغل كجراحين عامين مو بس جراحة طوبية بسبب يعني نقص الدولة الطبية. فحصنا معنا ابتداء مجزرة بتاريخ 11/10/2016، مجزرة في حي بستان قصر بالفردوس. خلصت حكيم؟ أنا؟ إيه؟ يعني دخل مريض؟ أكثر من 50 إصابة وردت إلى المشفى. نحيي أي الكلاسيو. لا يزال هناك العديد من المرضى ينتظرون دورهم لإجراء عمل جراحي خارج غرف العمليات نتيجة إصابات كثيرة. حوالي 3 شهداء، 3 أطفال استشهدوا صباحا نتيجة قصف قوات النظام متمركزة بالشيخ سعيد على سوق شعبي بحي الفردوس. الساعة 8:30 صباحا يوم 12/10/2016. بسم الله الرحمن الرحيم. قصف منذ قليل على حي الزبدية في منطقة الأنصاري الشرقي. ايش اسمي؟ سارة؟ ايش عم بيوجعي؟ وين صوبت بنتي؟ والله بالنسا. نيسا؟ ايه بالنسا. يوم 3/10/11 خيمة بأمان، ما في شيء، ما حسينا ولا نزلت خيمة بالعنقودية ضمن البيت وهي متشطحة كانت يعني نايمة. دخلت الشظايا عم نقوم بتصيح بدي مي، صرنا نقوم على جرينا المشية الطب ما نزل دم طول، ما حسينا ولا في طلعة معها الغرق حتى انتبهنا يعني عليها. المهم نزلناه وأزعفناها، ومنطقة مدنية ما في أي يعني لا مقر عسكري، لا ما في شيء عسكري أبدا، كلها مدنية، ما يعني ما في لا مقر التجمعات العسكرية، كلها مناطق مدنية. كويس. مين اللي عم بيقصفكم؟ طيران روسي وطيران بشار. ما يعني ما معقول يعني يجي طير يشيل صاروخ او يرمي. ماما ايش بدك؟ قولي لي ايش بدك؟ بدو مية. يلا يلا بكره ان شاء الله نشرب مي. هي الحياة في غرف العمليات وقسم الإسعاف نتيجة قصف النظام على الأحياء المدنية، الأحياء التي لا يتواجد فيها أي من المسلحين.
القصف استهدف سكن الأطباء، سكن كادر الطبي. ليش بدي احكي يا خالي؟ تعال شوف الصاروخ وين نزل. بس شوف الغبرة طلع لبرا. وين؟ طلع لبرا. غياب. طب ايش اسمه؟ قبل الشباب، قبل الدفاع المدني يا شباب. لك تخون الله قصف له واحدة ثانية. روح. الحمد لله رب العالمين. على كل حال نتمنى الفرج للناس، ونتمنى انه نكون فعلا يعني قادرين انه نقدم الخدمة الطبية رغم ضعف امكانياتها ورغم ضعف الامكانيات التي لدينا ورغم ضعف الكادر الجراحي. نحن في المشفى هنا فقط جراحين اجروا 15 عملية جراحية. حاليا متجه الى غرفتي. طبعا مكان الاقامه تبعيتي هو الابو، ابو تحت الارض. مضطرين طبعا لهذا الشيء بسبب القصف. رغم ذلك الطيار الروسي حاليا عم يستخدم الصواريخ الارتجاجيه للقصف، اللي حتى تهدم المناجم وبيوت الناس. هذه غرفة النوم اللي مننام فيها. ثاني شيء يعني نحن بصراحة يعني أحيانا كثير بنسكر علينا باب غرفتنا، بنقعد يعني نبكي للشيء اللي عم نشوفه. يعني عم نشوف شيء ما شفناه من قبل، ما تعودنا عليه بصراحة. يعني ما تصورنا بيوم من الايام انه نوصل لهاليوم هذا اللي نشوف فيه اهالينا واولادنا واخواتنا وعالمنا كلياته عم بيتصاب اصابات يعني صعب انه اوصف لك اياها بكلامي صراحه. الو الو، مرحبا. الحمد لله، شلونكم؟ ايش عم تعملوا؟ يلا ان شاء الله باذن الله قربت. اشتقنا لك كثير. ابوسك انا ان شاء الله. يلا هاني هلا احنا نزل لك هلا تقريبا 5 اشهر يعني مشت اولادي يعني ما يعني يوميا بحكي معهم كثير وباخذ لهم صور كثير وبلقط لهم صور كثير، عرفت علي؟ بس هذا الشيء ما بيكفي اكيد. ما في حريق، ما في حريق. نزل ورانا دكتور. المرضى نحولوا على دار الاستشفاء. يلا يلا على دار الاستشفاء. وين انا من هون؟ عندنا كله على دار الاستشفاء. تعال تعالوا زيلوا على ابوه، زيلوا على ابوه. يلا على ابوه، نوم من هون على ابوه. طلعوا المصريين علي وبعدهم منطالع ليش اسمه المرضى، منطالع المرضى لبر على دار الاستشفاء. معك له بس واقف. القصف استهدف المشفى، استهدف قسم إقامة المرضى. القسم مليء. خيب عيب المهم مليء. خالي هلا منطالعهم كلهم سيارة الإسعاف. طلعوا انتو، زلوا طلعوا، منطالعهم كلهم سيارة الإسعاف. طالعين يلا، طالعين يلا. سواني كلهم راح يطلعوا إن شاء الله. يعني نحن بال 2016 وكل الأمم المتحدة والدول العظمى
ما حدا عنده اي استطاعة انه يوقف هذا الاجرام، الاجرام بحق الكوادر الطبية وبحق المدنيين. حسبنا الله ونعم الوكيل. بهي اللحظة يعني واحد ما بيعرف ايش بده يحكي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. يمكن صرنا فترة طويلة ما قدرنا نعمل قهوة ونشرب قهوة الصبح نتيجة انه قصف مستمر ليلا ونهارا، العمليات ليلا ونهارا. الحمد لله حاليا الامور نوعا ما هادية، الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم مثل ما بقولوا الشباب، يعني نحن برا المشفى من حوالي شهر الى الان، يعني اول مره بنقعد هيك بالشارع بالشمس، والعادة هيك بيريحها يعني. طبعا روسيا عطتنا هدنه حوالي 8 ساعات عشان خروج الثوار من المناطق المحرره. نحن ان شاء الله بقيانين، وهي العباره مكتوبه على الدمار وباقي البيت على بتنزف، وأنا لن أتخلى عن ترابك. أقول لي يا الله، هاي جنب أيادي كأني أسمع الله ونعم الوكيل، أسمع الله ونعم الوكيل. نزلني نزلني لا خلص نزلني من هون، كوني باب ما في غير مدخل واحد. أنت روح أضي أغراضك وأنا بستناك هون. قصف السكن الذي أقطن فيه أنا وعائلتي كمان بالقصف الأخير منذ حوالي أسبوع. اليوم لا قدرنا نتمكن أنه نشوف شو اللي صاير فيه. انتهت الهدنة بتاريخ 22/10/2016. بلش النظام الأسد يقصفنا بالبراميل والصواريخ والطيران الروسي، وبلش قدوم الجرحى إلى مشفانا. نحن اليوم بتاريخ 24/10/2016. أيوة ضربت القذيفة ما بعرف فوراً إذا زلمي سامي قلت له إذا إنت سيني رح رجعت عند أمي. أمي إجت. أيوة جابك على المشفى؟ إيه. وش عملوا لك بالمشفى؟ عملية؟ شو بيدك؟ شو بيدك؟ ياسمين. شو هذا؟ ياسمين. مين عطاك اياها هاي الياسمينة؟ أعطفت أنا من هلا والشجرة. نتمنى أن تكون حلب فعلا هي المحطة الأخيرة لحتى هذا النظام يكف يده ويكف إجرامه ويكف العالم، يقدر أنه يكف هذا النظام ويحاسبه ويوقفه عند حده. الحمد لله رب العالمين.